يشارك حوالي 100 قاض من مختلف محاكم المملكة في الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وستمكن أشغال الدورة المشاركين من تعميق مقارباتهم ومعارفهم بشأن مواضيع تهم حقوق الإنسان. تعتبر هذه دفعة جديدة من في مجال التكوين، وهي الجزء الخامس من التكوين، يتميز بالإضافة إلى قضاة النيابة العامة بمشاركة قضاة الحكم، إلى بالإضافة إلى قطاعات أخرى. ويروم برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان المساهمة في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.